مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من الماتش والجزء الثاني من حوار برنامجكم الماتش مع نجم الكره التونسيه، نجم نادي الزمالك السابق ونجم الدحيل القطري الحالي الكابتن فرجاني ساسي. كابتن فرجاني اهلا بيك وسعداء جدا بوجودك معنا في الجزء الثاني من الحوار. اهلا وسهلا بيك وانا سعيد جدا بوجودي معكم. انت قاعد في مصر قد ايه؟ انا كم يوم؟ ساعات. قعدت يعني اسبوع بس. اسبوع. الاجازه لسه مكمله طالع على تونس؟ انا راجع تونس مكملين الاجازه بتاعنا يعني ان شاء الله. مكمل هناك الاجازه. ان شاء الله. بتوحشك تونس بعد رحلات طويله؟ اكيد اكيد وحشني تونس، هذه يمكن اكثر اطول فتره قعدت فيها يعني مده طويله ما رحتش لتونس. تقريبا 6 شهور من 7 شهور من قبل كاس العالم ما رحتش تونس. يعني اكيد وحشني تونس والجو بتاعها والاهل يعني. هنتكلم عن تونس اكيد وعن المنتخب التونسي، لكن ختمنا حلقه امبارح بان فرجاني طلب قبل ما نطلع الختام يوجه رسالة إلى اللي دايماً كان بيسميه السند طارق حامد، زميلك وصديقك وأخوك طارق حامد. تقول له إيه؟ طارق حامد زميلي وأخويا والسند وكل حاجة بالنسبة لي. يعني نحبه كثير، وأنه سبب من الأسباب اللي ساعدني في النجاح في نادي الزمالك. من أول ما جيت النادي تكلم معايا وهو شاف ان انا يعني يمكن انسان محترم، هو انسان محترم جدا، فهمت على طول يعني تكلم معايا قال حاسك ان انسان محترم ونظيف وجاي ان شاء الله تساعدنا ونحن راح نساعدك ونحبك تقدم لي اضافه. على طول فهم ساعدني كثير يعني في الادوار الدفاعيه هو، وكان يعني ساعدني في الملعب وبرا الملعب. كان مثل اخوي دائما بنتواصل دائما بنتكلم وللحين يعني فهم. حتى لما كان طالع من الزمالك تواصل معايا وسالني في حاجات، وانا نفس الشيء لما كنت طالع نفس الشيء كلمته عشان رايح على السعوديه كان عشان ليك تجربه يعني. فما يعني نصحته مثل ما هو نصحني كثير وساعدني كثير. حب اقدم له التحيه وانه يعني عنده فضل كبير انه هو بعد ربنا انه هو ساعدني في الزمالك مش تألقت. كابتن نبيل معلول قال انه جزء كبير من اسباب تألقك مع الزمالك هو طارق حامد. صح انا نفسي في كل فريق اروح يكون معايا طارق حامد. والله بصراحه من اكثر اللعيبه. ايه اللي بيقدمه مختلف طارق حامد؟ شوف طارق حامد اي فريق يتمنى يكون عنده طارق حامد. انسان برا الملعب محترم جدا وبروفيشنال جدا. وفي الملعب يدي يعني بما يرضي الله، كما يقولها كلمته اشتغل بما يرضي الله وقدم الملعب ما تبخلش. كان بيرمي نفسه وبيعمل كل حاجه في الملعب يعني. اكيد ما عندوش مهارات كبيره، كان تطور من نفسه جدا من اول ما لعبت معاه. وبعد فتره يعني مرات بقول له ايه شنو يا طارق شنو السرو هذا اللي عملته من وين؟ كل يوم من عندك زي ما انا بديلك انت بتديني فهمت. يعني تطور جدا يعني برا الملعب وجوه الملعب، لاعب ممتاز جدا ويقاتل واي فريق يلعب معاه بيأدي يعني اللي عنده كله وبيساعد فريق بيتكلم كثير. اقول لك في مره والله مباراه دجله مباراه دجله نادي دجله بتقول اللي خلصت 4-2؟ لا لا اللي فزنا فيها اول سنه مع جروس. كان هو عنده كارت ما يلعبش. بس موقف هذا المفروض ما نحكيوش بس راح نتكلم. خلاص انت كده كده بس لازم نتكلم عادي. دخلت بين الشوطين واحنا الشوط الاول 0-0 بس هم افضل منا ماسكين كوره عينهم. عارف لما كانوا ماسكين كوره كانوا بيلعبوا دايما كوره حلوه. كوره حلوه ما عرفناش نعمل شيء. دخلت بين الشوطين رحت الحمام دخلت كلمت طارق حامد. هو قلت له شايف ايه؟ والله قال لي بتعمل ايه بتكلمني؟ قلت له شايف ايه؟ شنو هي اللعبه؟ قال لي اعمل كذا وكذا. فهم رحت للمدرب. قلتلوش اكيد طارق، قلت له بس انا شايف انه ممكن لو نضغط بطريقه هذه احسن واحد. فهم؟ عملنا نفس الطريقه اللي قال عليها طارق اللي اقترحها طارق حامد من حمام غرفه الملابس. والله فزنا فيها تقريبا المباراه هذيك 3 ولا شيء وعملت انا اسيست فزنا فيها المباراة 2-3 تقريبا. الله على الجمال. والله يعني اقول لك انه يفهم كورة بطريقة غير عادية. عنده نظرة ويفهم يعني. قريب من حسم لقب الدوري السعودي طارق. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى له انه يفوز بالدوري انه يعني متواصل معي انا دايما فاهم يبارك لي في كل بطولة اخذها يبارك لي. ان شاء الله اتمنى له انه يفوز بالدوري وانه يستاهل ان شاء الله. انا حاسس راح يفوز بها. الاثنين دول مشيوا من الزمالك ومشي معاهم اشرف بن شرقي ومشي معاهم مصطفى محمد ولاحقا مشي امام عاشور. ازاي فرقة كانت قريبة من حسم لقب دوري ابطال افريقيا خسرت امام الاهلي اتفككت بالسرعة دي؟ ده سؤال بيطرحه الزملكاوية دايما. صح الامور صعبة يعني. انا بعد خسارة النهائي تشامبيونز ليج اول حاجة قلتها يعني قعدنا بالادارة واللاعبين الادارة الجديدة قلت لهم كلمة قلت لهم المفروض النادي اللي حاب يفوز بالبطولة تشامبيونز ليج
قلت لهم اخر مره لعبته نصف نهائي في امتى؟ يعني مش عارف 16 من 16 مع سان سان داونز. داونز، يعني ما ينفعش، لازم كل على الاقل تسال كل سنه توصل لربع نهائي، نصف نهائي، نهائي، في الاخر راح تفوز بيها. بس توصل مثلا كل 4 سنين ولا 5 سنين توصل نهائي، يعني صعب انك عندك الاحتماليه، صعب انك تفوز. يعني بعد ما طلعنا احنا من خسرنا الفاينل، السنه اللي بعدها طلعنا من مجموعات، المجموعات 3 سنوات متتاليه دور المجموعات، يعني ما ينفعش كده بهذه الطريقه. مستحيل انك تفوز، يعني صعب انك تفوز بالشامبيونز ليج، مش مستحيل لكن صعب. يعني لازم يكون في استقرار واستمراريه، واستمراريه اكيد. بس كان في يعني كنت انا رحت وطارق حامد وفي لعيبه كثير ومصطفى محمد في الاخر، يعني مش انا راح اتكلم، لكن اهم شيء انه لازم يعمل استقراريه في النادي. وفي الاخر مرات تكون الظروف انك لازم تبيع لاعب ولا ما تعرفش تجدد اللاعب لانه الظروف ما تسمحش. بس هذه في زملكاويه بيقولوا ان في جزء من المؤامره اللي على الزمالك، ان كلما تشكل فريقا كبيرا او تشكل فريق كبير للزمالك هناك محاولات لتفكيكه سريعا. تتفق مع الفكره دي ان في غرض او عن قصد بيتم يعني؟ شوف تفكيك انا الفريق. نحس، مش ما نحبش نتهم حد ولا نقول اشياء يعني غلط، لكن اللي نحسه انا كلاعب انه دايما وشايف، يعني لما كنت في الزمالك وبرا دايما نحس انه كل ما الزمالك يعدي فتره اوكي بياخد بطولات بعدها لازم يقع ينزل، يعني ايش هي الاسباب؟ المفروض النادي كبير، المفروض حتى لو نزل يجي الثاني في الدوري يكون ينافس. انا لما كنت هنا يعني يا اما اخذنا الدوري يا نافسنا على الثاني، جينا في الدوري بس ما نجيش الرابع ولا الثالث ونخسر مباريات كثيره، على الاقل نخرج موسم بكاس ولا، فهمت؟ يعني لكن نحس انه الزمالك مرات بعد ما ياخذ بطولات بنحس انه السنه اللي بعدها لعيبه تروح، تصير مشاكل كثيره. لكن ما نصورش انه الاداره ولا اللاعبين الموجودين والناس الموجوده تحب، انه ما تحبش النادي يوصل والنادي يكمل يعني في الانجازات. ايه الاسباب؟ صراحه ما نعرفش ايه الاسباب، انتم ادرى مني عارفين، وانتم اكبر مني واقدم مني عارفين يعني الاسباب. بس انت قعدت جوه وابن هو اللي ميت عرفته عقبه انه زي ما بيتقال. صح، بس يعني ابن ميت عقبه كما بيقولوا، هي قال هي اللي جنش اول واحد. جنش قدم التحيه لصاحبي وخلاص. عيد ميلاده كان امبارح، كل سنه وانت طيب يا جنش. كل سنه وانت هو طيب. يعني صراحه انه ممكن في شويه امور، في شويه يعني مزودينها شويه على الزمالك صراحه. حاس كل مره يحصل لهم مشكله، الرئيس فتح مجلس اداره مش عارف شو، هذه كلها يعني صدفه بناء على اخطاء، اخطاء يعني في الاخر ثم يعني نادي كبير وكيان في الاخر لازم يشوفوه بعين الاعتبار، فما يجوش علينا كثير. في ناس تحب الزمالك كثير، ناس بتموت وبتمرض يعني، فاهم؟ صراحه يعني في كل مكان روح شوف ناس كيف تحب، يعني صح تحب الزمالك صح، يعني شوفوا الناس هذه يعني تحب تفرح صح، خلينا نفرح. مع تطبيق القوانين اكيد، تطبيق القوانين كله يعني بالهزار وبالحب يعني. بالحب. الاهلي والوداد نهائي دوري ابطال افريقيا، شايفها ازاي؟ انا صراحه انا توقعت ان الاهلي يكون في النهائي. توقعت الاهلي يكون في النهائي. كانت معنا عندنا اصحاب بنقعد في كافيه ولا شيء نتكلم، في مصريين في كل بلد في قطر. انا توقعت انه الاهلي يكون في النهائي، رغم اني قلت ان الترجي قادر يفوز، لكن انا عارف اكيد لازم يقول هذا الكلام لان يعني الترجي بلدي ولعبت فيه ومشجع. لكن كنت عارف ان الاهلي اللي هيعمل. بس انا تقريبا كنت حاسس انه لانه شايف الفتره الاخيره الترجي في الدوري الامور مش اوكي، في مزبوط. مشاكل كثير وفي لعيبه مصابين، انه شفت الاهلي اقرب، وخاصه انه لعب الترجي بدون جمهور. بدون جمهور في، شفت ازاي اللي عمله جمهور الترجي في المباراه السابقه ليه؟ لا هذا كان ما مش جمهور الترجي، كان في ناس يعني دخلاء، دخلاء هم اللي عملوا هذه المشاكل. في الاخر شوف ناس الدخلاء سببوا في خساره الترجي في الاخر. الترجي حتى لو خسرت في القاهره هناك مع الجمهور حاجة ثانية. وتتفكر انت لما خسروا، خسرنا 3-2-0 هنا 2-0 لا 3-1 هنا، 3-1 و2-3-0 هناك، 3-0 هناك يعني فاهم، مع الجمهور كل شيء ممكن. لكن بدون جمهور قاموا مباراة يعني تختلف سهلة، فاهم؟ المباراة خلصت يعني من مباراة الذهاب. الاهلي والوداد شايف، الوداد شايف يعني، يعني صراحة ممكن الوداد عنده حتى هيك يعني يقولوا معنويا احسن شويه من الاهلي، لانه فاز عليه في اخر الفاينل اللي الفاينل فات الاخير. يعني حيدخل اكثر معنويين افضل شويه. لكن ممكن هذه المعنويات تخليه يعني فاهم ما يستغلهاش بطريقه افضل، سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. ممكن يستغلوا ويخليهم نازلين يعني
بثقه اكثر ويلعبوا مباراه يعني بريحيه فاهم، ممكن يخليهم ماخذين اكثر يعني الثقه والاهلي باغتهم. متابع الاهلي مستواه ككوره؟ شفت ماتش الترجي؟ شفت. ايه رايك فيه؟ لا مستواه ممتاز يعني فريق عارف يعني كما يقولوا انتم عايز ايه. عارف عايز انا صراحه ما بنحبش اتكلم انا عارف نتكلم مصري كان ما بنحبش اتكلم بالمصري. صعب عليك؟ مش صعب علي، سهل بالعكس يعني فاهم، لكن لازم اوصل المعلومه، ولكن ما بحبش اتكلم بالمصري لانه ما احترم لان احترام البلدي. تمام مفهوم. يعني بحب اني اتكلم بطريقه نوصل بالعكس، دي حاجه احترمها جدا فاهم، احترام البلدي ما بحبش اني نتكلم يعني اقول لك هذا غير فاهم، لكن احاول نوصل الكلام باسلوب مفهوم مفهوم مفهوم. السلام عليكم. المهم حابب اقول انه مباراتين الاثنين مش راح تكون سهله يعني للفريقين، مش هتكون سهله، مش راح تكون سهله. بتشجع مين؟ اكيد الوداد. اكيد ده ليه؟ لانك زملكاوي؟ انا زملكاوي، صعب اني اشجع الاهلي فاهم، صعب. ممكن لو فريق ثاني ممكن اشجعه، لكن وداد هنا عندي زميلي علي معلول، وهنا عندي صديقي ونجم. صح. ونجم لعب معايا في الزمالك يلا، بس ليه طبيعي شوف والله ليه انت، فانا في الاخر ما اشجعش حد. مفهوم. لكن لو هتختار، لو هختار اختار الوداد اكيد. اختار الوداد. مين لعيبه بتعجبك في الاهلي مستويات؟ بتحب اللعيب ده، اللعيب ده جامد. انا اكيد علي معلول. ايوه. في عجبني السولية عجبني لعبه، أفشا في عندهم لعيبه كثير صراحه من الحين يعني، في شناوي اكيد حارس طبعا، عجبني المدافع عبد المنعم ما شاء الله ليه يعني تطور كثير حقيقي فاهم يعني. بصراحه عندهم كم لعيب بس هذا اكثر اللعيبه اللي يعجبوني. بما اننا اتكلمنا على الترجي، محمد علي بن رمضان في انباء عن رغبه الاهلي في ضمه، ايه رايك في محمد علي بن رمضان وهل ترى انه بيضيف للاهلي اذا انضم؟ بصراحه اشوف محمد بن رمضان لاعب كبير وقاعد يعني من افضل اللاعبين الموجودين حاليا في تونس. اكيد لو راح الاهلي اضافه لي هو، لانه يعني في نادي كبير وفهم من نادي كبير لنادي كبير واضافه للنادي الاهلي انه لاعب ممتاز وراح يقدم اضافه ولاعب صغير في السن. وانا عارف انه هو صديقي، انا عارف انه طموحاته انه يحب يلعب يحترف في اوروبا. لكن اكيد لو ما راحش لاوروبا راح يختار فريق انه يكون يلعب على بطولات ويكون مسيطر في افريقيا يعني مثل الترجي. في الاهلي محمد الضاوي كريستو اللي بيلعب دلوقتي كاس عالم مع منتخب الشباب، شايفه ازاي موهبه محمد الضاوي كريستو لو متابعها يعني؟ لا انا متابعه لكن مش كثير يعني فاهم، لكن نعرف انه لاعب ممتاز ولاعب عنده امكانيات كبيره ولاعب لسه صغير يعني في السن، وانه ان شاء الله في المستقبل راح يعني لازم شوي يصبر عليه الناس، لكن في المستقبل يعني الامكانيات موجوده كما قلنا احنا، القماش موجود يعني ان شاء الله في المستقبل راح يقدم اضافه، لكن اكيد في فريق مثل نادي الاهلي وضغط ويعني مستاهل تدخل لازمك في مخك تلعب على البطولات يعني مش راح تكون سهله بالنسبه له، لكن اكيد علي معلول يعني تونسي راح يساعده في التاقلم مع الفريق. هل اعتزل فرجاني ساسي اللاعب الدولي بعد كاس العالم؟ الموضوع محتاج له هدوء، فخد بق قهوه وهيبدا في الاجابه. معتزل دوليا؟ لا ما اعتزلتش دوليا. ما اعتزلتش دوليا. لو كنت اعتزلت كنت عملت مثل وهبي الخزري، كان اتكلم تعلن اعلن يعني فاهم اعلن رسميا هو، لكن انا ما اعتزلتش. لكن بعد الانتقادات والهجوم اللي صار لي بعد كاس العالم انه انا حسب رايي يعني شايف المدرب انه هو اكيد بينا اتصال، لكن شايف انه الفتره هذه اني من الافضل ان فرجاني يكون بعيد عن المنتخب واني لو يعني في المرحلة الجاية إن شاء الله في المستقبل لو أنا مستوية ممتاز ونستحق إني نكون موجود في المنتخب راح يعني راح يعيط لي في يستدعاني، لكن أنا دائما باب مفتوح للمنتخب وإني أي لاعب شرف لي كبير نلعب منتخب تونس، عندي 10 سنين في المنتخب وإن شاء الله المسيرة تكمل يعني، إن شاء الله قبل ما نعتزل المنتخب نحقق معهم بطولة يعني. يعني أنت بالتنسيق مع المدير الفني لا يتم استدعائك حاليا، لكنك ستكون في المنتخب اذا اراد الجهاز الفني لاحقا. اي اذا اراد يعني بس حاليا اني انه شايف انه انا من الافضل نكون بعيد عشان تهدى شوي الامور. مفهوم. فاهم حتى يعني صراحه اثر علي شوي اثر عليك اثر علي شوي ليه اثر عليك وازاي رغم صلابتك الذهنيه؟ اي لكن حسيت ان الانتقادات كانت عنيفه؟ انتقادات عنيفه جدا وانه انتقادات عدت الحدود فهمت يعني مش من انك يعني انا اشوف لو ما تاديش في الملعب ولا ما تكونش في مستواك اكيد تنتقدني عادي، بس انك توصل
انك تنتقد وتتكلم على اشياء يعني خصوصيه ولا اشياء يعني تمس من شخصيه فرجاني على شكله ولا اي شيء، هذا الامور يعني لا يجوز، انه عيب يعني في عندنا في تونس، في تونس ولا في اي بلد يعني عيب. وفي الاخر انا عندي عيله يعني فاهم، وعندي اولاد وعندي ابوي وامي واخواتي، في الاخر حبيبي حيوصلهم يعني الكلام. انا يعني همي كله، انا في الاخر عادي نتقبل وهذه كره القدم، لكن في الاخر يعني نفكر في احساس ابويا وامي وعائلتي، راح يشوفوا الامور هذه راح تاثر كثير يعني فهمت. مفهوم. يعني فاهم اشياء يعني لا تليق. والكابتن جلال تقبل ده وتفهمه؟ اي يعني انا اللي تكلمت معاه يعني فهمت بعد كاس العالم. يعني تكلمنا اكيد في اشياء انه لا قصر اللي كانوا سلبيين ولا فاهم، كلمنا شويه كرويين، لكن في الاخر قال لي يعني انه انت ابن المنتخب، وفي اي وقت لما تكون نشوفك انك انت جاهز وجاي بتساعد المنتخب راح تكون موجود. تمام. هو لانه كلمني قال لي انت تفكر في الاعتزال، قلت ما بفكرش في الاعتزال يعني لسه نحس في نفسي يعني تمام قادر نقدم الاضافه للمنتخب. لو انا لو تشوف ان انا جاهز باش نكون موجود في اي وقت انا على ذمه المنتخب التونسي. ايوه اكيد ان شاء الله. قلت لك نتمنى اني نخلص نكمل مسيرتي مع المنتخب، نعتزل بيكون بطولة، ببطولة على الأقل نفرح الناس اللي غششتهم مني في يوم. كان بيستبعدك من المباريات كثيرا الكابتن جلال، والناس هنا في مصر بتبقى مهتمة قوي لما بتلاقي ساسي ومعلول، ساسي ومعلول الاثنين مستبعدين، فكانت بتتساءل ليه كان بيبقى مش دايما اللاعب المنتظم مشاركاته رغم اسمه انا بشوف انا قبل كأس العالم يعني بديت ان يعني كنت اساسي من الاول، وكان لعبنا في دوره في اليابان خلف فيها افضل لاعب وكل. أيوة. بس بعد قبل كاس العالم بمده، لانه طبيعي احنا في قبل كاس العالم نلعب في الدوري القطري. ايوه. كثير مرات انه يتوقف الدوري على لانه يحضر في كاس العالم، وقفوه بكم فتره. يعني احنا بنحاول فريقنا يعمل مباريات وديه مش عارف شو، لكن في الاخر مش راح اكون جاهز مثل اللاعب اللي يلعب في الدوريات الثانيه الاوروبيه ولا الدوريات الثانيه، لانهم جاهزين ويلعبوا ما وقفوش فاهم. يعني في لعيبه جت كاس العالم يعني لسه لعبة مباراه من اسبوع وعلى طول جاوا يعني فاهم، ريحوا على طول المونديال. وانا فاهم قعدت فتره اني نتمرن مع الفريق وكم لاعب مع بعض فاهم، هذاك اللي اثر يعني في الاخر. يعني راح يختار بين كم لاعب عندك مكان تختار منه لاعبين الاجهز راح يلعب فاهم. وفي الاخر نحترم قراراته يعني فاهم، وهذا منتخب مش نادي. ايوه منتخب راي تونس وقبل كل شيء، اللي جاهز واللي بشعة الإضافة هو يلعب في الاخر. نحن لو لعبنا ولا كنا في الدكه راح نحاول نساعدوا المنتخب. تقييمك انت لمستواك في المونديال وتجربه منتخب تونس عموما اللي كانت نهايتها سعيده بالفوز على فرنسا، لكن المنظر العام هو توديع من دور المجموعات. اي هو الهدف انا كان انه نعدي دور المجموعات هدف الاول. لكن عموما تقييم تونس انه كان يعني في نسبه من النجاح، انك اول مره تاخذ 4 نقاط، اول مره تفوز على فرنسا او البلد العربي يفوز على فرنسا، يعني في اشياء كثير ايجابيه. لكن في الاخر ما حققناش الهدف، لكن اشياء ايجابيه هذه نبنيوا عليها المستقبل ان شاء الله. ممكن ان شاء الله في الحق بها اشياء في بطوله عربيه وفي كاس افريقيا وفي كاس العالم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. لكن كتجربه شخصيا يعني ممكن تجربه كاس العالم 2018 بالنسبه لي انجح يعني. سجلت فيها وكنت يعني لاعب، سجلت ضربه جزاء، ضربه جزاء الماتش الاول، وكنت بارز فيها اكثر من هذه يعني، هذه ما شاركتش فيها كثير، شاركت فيها شوط مظبوط، وكم دقيقه لمباراه الدنمارك ومباراه فرنسا ما شاركتش. مباراه استراليا هي اللي كانت مزعجه بالنسبه لنا كلنا كعرب، لانه يعني كنا باصين للمباراه دي ان هي اللي هتصعد تونس. صح صح. انا قدمنا مباراه كبيره ضد الدنمارك، بعدين رحنا استراليا ما قدمناش الشوط الاول اداء اللي كان مستني. وفي صارت اشياء يعني بين الشوطين، بس ما تكلمش على الغرفه يعني تكلم. يعني لما كنت مسخن هنا في كتير، في كان كنت مسخن مش دخلني المدرب، وكانت في شويه يعني يعني كلام من الجماهير فاهم، الجمهور كان ما كانش في تحفيز، كان العكس هذا. لكن اكيد ما عنديش ولا عذر يعني، هذا كله تابع الكوره. لكن دي حاجه زعلتكم كلاعبين فاهم، يعني حاجه تزعل بالنسبه كلاعب انا يعني داخل المباراه انه بين الشوطين، بين الشوطين احنا خسرانين 1-0، كانت 1-0 وانا داخل مسخن باش ندخل الشوط الثاني. يعني كنت محتاج وقت هذاك ضغط كثير، كاس عالم في الاخر. مفهوم. يعني لو كان في شويه يعني تشجيع كان ممكن يخليني نخش مباراة افضل فاهم، لكن اكيد ما عنديش ولا عذر. مفهوم. وانا اعتذر لكل الناس اللي لو التواصل كل اللي ما قدمتش اداء ممتاز وما اديتش الاضافه في المباراه هذيك ولا كاس العالم. بس وفي الاخر يعني مباراه استراليا كانت
السبب بتاعها انه الفرحه الكبيره اللي عملناها قبل الدنمارك. اه تعادل كان بتعمل فوز، لكن فبالغتم في الاحتفال، بلغنا ممكن شويه آه. يعني خلينا نزلنا شويه يعني، هم كانوا خسرانين يعني، كانت هم عندهم رد فعل واحنا كنا يعني كنا يعني افضل منهم شويه، كنا أي. متعادلين يعني صح. فاهم، كانت الامور سيف اكثر لنا نحن. صح. في الاخر سجلوا جول وكنا ممكن نعدل ونفوز يعني، جينا فرص كثير. الشوط الثاني كمان مباراه يعني للنسيان للنسيان. الخزري، هل فعلا انت وهو اتخانقتوا؟ لان الصحف العربيه كلها اتكلمت على الموضوع. ايه فخزري هذا كان صديقي ومثل يعني مده طويله مع بعض احنا كنا في المنتخب ومن اقرب الناس ليا في المنتخب. ولا مره اصلا في كاس العالم هذا، ممكن في البطولات كلها اللي صارت في اللي حضرتهم هنا، كاس افريقيا ولا كاس عالم ولا تربصات يعني، هذا ممكن المعسكر الوحيد اللي ما صارش فيه ولا اي مشكله بين بين لاعبين ولا ستاف ولا اي شيء. أيوه. ممكن زمان يحصل هذا طبيعي مفهوم فاهم، ولكن ما طلعش. لكن المره هذه المره الوحيده اللي ما صارش فيها ولا مشكله مع اي لاعب، كنا دائما مع بعض متحدين وكان الاجواء طيبه جدا يعني، كان الاجواء نحسوا فيها وخاصه مع قطر ومع الجمهور اللي كان موجود. يعني كنا نحسوا فيها، كنا نحسوا انه في راح نعمل المفاجاه ونعدي الدور فاهم، خاصه مع شفنا السعوديه فازت المباراه الاولى ومع المغرب فازت يعني، كان امل كبير. العلاقه مع المدربين عموما، فرجاني ساسي ومدربي المنتخب، فيها حاجه معينه يعني؟ الكابتن ماهر الكنزاري نفتكر له تصريح لما قال ساسي لو متضايق يزعل في البيت ما يزعلش هنا. لكن المره الوحيده كان الكابتن ماهر قدم التحيه، كان يعني هو مسك مساعد بعد ما مشى المدرب. اكيد وخاصه من المغرب يعني، هو من طبعه عنده العصبيه شويه فهمت. انا يعني هو مباراه وديه اصلا مع المغرب، كنا خسرانين كنا خسرانين وطلعت بعدها ولا نسيت خسرين ولا متعادل، المهم طلعت انا دقيقه 60 تقريبا. أيوة. انا كنت في ذلك متعود دائما نلعب فهمت. يعني زعلت فهمت، لكن هو يعني زعلت بس دخلت ما عملتش ولا رياكشن فهمت. بس مجيش حد سلم عليه وما اديتلوش ايدي، بس دخلت على طول فهمت. وانت عارف الصحفيين دخلوا كم سالوه كم سؤال هيك فهمت، فقال لاعب عادي ولو عايز يزعل في البيت زيه زي اي لاعب. بس بعدين يعني انا ما رديتش يعني في الاخر ولا شيء، بس بعدين كلمني في التليفون واعتذرت منه، وهو قال يعني انا ردت فعل ومتشنج وكله، وتحل الموضوع يعني اتقفل الموضوع بسرعه يعني. ايوه بس علاقتي بيه طيبه جدا، هذا طبيعي يعني. والكابتن فوزي البنزرتي، فوزي نفس الشيء، ما عنديش بيه ولا مشكل. المشكل الوحيد صار بينه وبينه من اللي جاء من اللي معانا كابتن فوزي، ما قعدتش ولا مباراه دكه ولا طلعت مع الترجي. مرات ممكن يطلعني ولا يريحني انه في عندنا مباراه بعدها مهمه. يعني علاقتي بيه طيبه جدا. اي لعبنا ضد الاهلي في مصر 2-2 وعامل اسيست، رجعنا مباراه العوده في تونس حطني دكه، اول مباراه نقعد فيها دكه من سنه ونص. جد ضد الاهلي. الله اعلم ليه شنو السبب، الله اعلم. ويعني ما تكلمش معايا ولا يغزل لي في عيني فاهم، يعني مكسوف مني شويه ما عرفتش السبب ولا عملت رياكشن. خلص مباراه خسرنا، اكيد الجماهير تساءلت ونلعب موسم كامل وكل تساءلت فاهم، في ناس يعني عصبوا عليك انتقاد كثير انتقاد ومش عارف فاهم. وما يمكن الناس وصلوا له انه فرجاني سبب من الاسباب انه هو سخن الناس عليك، بس بعدين تقابلت انه هو واتحل المشكله يعني. اتحلت المشكله. مين اكتر مدير فني بترتاح معاه في المنتخب في خلال مسيرتك العشر سنوات؟ اذا استثنينا الكابتن جلال القدري لو لازم نستثنيه علشان هو اللي موجود حاليا موجود، لكن ارتاح معاه لازم والله صراحه. شوف بصراحه يعني من صعب نختار واحد، بس في الكابتن منذر الكبير. أيوة. محترم جدا وعدينا معاه فتره تقريبا سنتين ولا سنتين ونص يعني ممتازين، وكان قريب كثير من اللعيبه وانسان محترم جدا. الكابتن نفس الشيء نبيل معلول، فتره لما رحنا كاس العالم عملنا انجاز تاريخي، وصلنا 12 عالميا تقريبا. يعني هذم صراحه هذم ثلاث المدربين اللي اكثر ناس اللي عملنا معاهم نفكر انجازات فاهم. كابتن معين الشعباني رجع الترجي، رجع شايفها خطوه ايجابيه في الظروف الحاليه للترجي؟ اكيد خطوه ايجابيه، لانه مدرب يعرف النادي وابن النادي ويعرف كثير النادي، وفي كثير من اللعيبه من المجموعه كانوا موجودين معاهم. يعني ما عندوش فتره كبيره من اللي راح من الترجي يعني. صح. يعرف كل حاجه في الترجي، وعلاقته برئيس النادي كمان في كيمياء، وهو علاقته ممتازه مع اللعيبه الصغار. يعرف يخرج يعني الفتره اللي هو كان موجود
كان مرات يلعب تشكيلتين يعني يعرف اللعيبه الصغار يعرف كيف يحمسهم يخليهم زين مش يعني انه كابتن نبيل معلول ما قدمش لان المدرب كبير ممكن له ظروف ما ساعدتوش باش يعطي النتائج المطلوبه لكن تصور كابتن معين شعبان ان شاء الله اتمنى النجاح والتوفيق ان شاء الله. خليني اقول لك انه في كاس العرب الكابتن خالد بدر افتكر له تصريح انتقدك وقال انه يستحق ساسي الانتقاد على مستواه في كاس العرب. طبعا انتوا ساعتها تونس لعبت مصر وكسبتوا بهدف قاتل في الثواني الاخيره عكسي. هل شفت ان مستواك وقتها ما كانش على قدر التوقعات لساسي؟ لا في البطوله العربيه ما كان مستواي يعني كان مستواي اوكي يعني ما كانش توب توب وما كانش يعني نازل بس كان مستواي يعني نظر اللعيبه والموجودين كلنا يعني كنت من افضل الناس الموجودين يعني في في البطوله هذه وصلنا النهائي لكن ايه والله خدك ما نفكرش انه هو يتكلم علي بس ممكن يتكلم علي عادي اي حد يخلي يتكلم براحته انا عندي حاجه نعرفها ايوه الرد في الملعب في الملعب بس تكلموا براحتكم انا ارد بس لو حد يعني زود معايا ولا قال اشياء مثل ما قالوها زمان تمام تجي الفرصه وراح اكشف مثل ما قلت راح يجي يوم ونكشف صح بس هذا هو اللي يعني لو عندي اي شيء راح اقوله هنا بس انا رد في الملعب عقليه احترمها جدا رد في الملعب لما تويتي لما اروح مره تلفزيون ولا شيء راح سالوني ارد بس انا يجي حد يتكلم معايا اروح ارد عليه مستحيل مش هتخلص لا مستحيل مش هتخلص ساعتها انت تعد بامم افريقيا المقبله للجمهور التونسي ان شاء الله ان شاء الله انا لو انا موجود ولا مش موجود ان شاء الله نتمنى ونقعد ان شاء الله الجماهير التونسيين ونحققوا ان شاء الله دوري ابطال افريقيا لانه اصلا احنا الفتره اللي فاتت كنا متكلمين امم افريقيا متكلمين يعني امم افريقيا مش ابطال اصلا متكلمين اللعيبه الكبار ومع اللعيبه الثانيين يعني دائما نتكلموا مع بعض انه الهدف نتاعنا انه يعني صراحه الفريق نتاعنا عمل اثنين كاس عالم يعني تخيل المجموعه هذه مظبوط وصلنا نهائي بطوله عربيه نصف نهائي افريقيا يعني ان شاء الله انه ممكن حاسس انه المجموعه هذه ممكن تعمل انها تحقق انجاز ان شاء الله. طيب خليني اروح معك سريعا لنقاط اخرى لكن قبلها بمناسبه المنتخب هنا في مصر امم افريقيا كان كان تونس بتلعب في تونس بسبب فرجاني ساسي وجمهور الزمالك كان قد ايه ساعتها بيدعم فرجاني ساسي كان في السويس كان في السويس السويس ازاي عشت الاجواء دي وكلمني عن النقاشات اللي دارت ما بينك وما بين زمايلك في الفريق بسبب الاحداث دي انا الفتره هذه خلاني اكثر نحب الزمالك والجماهير المصريه عموما في فتره امم افريقيا نزلت يعني لهم صوره شكر لا جماهير كانت موجوده يعني الصراحة تفاجأت انه في السويس وبعيدة لقيت جماهير كثيرة اصلا الفندق اللي ساكنين فيه ناس يعني كثير يجوا هناك وكان وانه كنت اتمنى انه يكون علي معلول موجود معنا في البطولة هذيك ما كانش موجود لكن معنا كنا اكثر جمهور اقوى كمان فاهم تصور انت الزمالك ده مع ده وحيكون تنافس كل حد حي فاهم يبين يعني كل مصلحة المنتخب التونسي مصلحة المنتخب التونسي كان نلعب في تونس يعني كان صراحة اوقات يعني حلوة كثير وانا صراحة تفاجئت اكثر يعني لما شفت الجماهير موجوده في كل مباراه وتشجع فيا ولفتات يعني حتى اصحابي يعني استغربوا يعني قالوا للدرجه هذه ناس تحب الكوره في مصر قلت لهم يعني اكثر من هذا يعني شوف جماهير مصر المصريه تيجي تشجع في تونس في كل مباراه وبعيد يعني حتى اصحابي كثير استغربوا وشافوا كيف الناس يعني في الفندق ولا في اي مكان يحبوا يتصوروا معايا ولا في الملعب يعني شيء صراحه فخر فخر ليا كثير فرحتني كثير وخليت يعني اعطت صوره جميله لناس كثير ما كانوش واصل لهم في تونس كانوا وصلوا في تونس احساس جميل فعلا يعني الوصول اليه مش سهل صراحه مش سهل وده جاي بسبب مجهود كبير انت عملته مع الزمالك ومعلول نفس القصه بيعيش ده مع جمهور الاهلي دلوقتي لدرجه انه الجمهور قال طلع محمد هاني من الملعب يا كولر علشان نفسنا نشوف الشاره على ذراع علي معلول بتشوف ازاي المطالبات دي وبتشوف ازاي ما وصل اليه معلول من علاقه مع جمهور الاهلي علاقته مع جمهور الاهلي كانه واحد من ابن النادي اللي حاسه يعني فاهم ونحسه مرتاح جدا حتى مرات يوصل ينتقدوه في تونس انه ليش انت مستواك مع الاهلي عالي ومع تونس مرات ليه لكن هذا غيره هذا منتخب وهذا نادي هذا منتخب وهذا نادي لكن في الاخر علي معلول يعني عنده اسمه عنده حب عنده صراحة هنا في مصر يحترموه احترام كبير جدا وحاسين انه لاعب من ابنائهم ويحبوه يكمل هنا وهو مرتاح ونعرف علي معلول من نوعية يحب يكون نفسانيا مرتاح ايوه
يعني نفسيا مرتاح، عشان هيك كل مره بيجدد مع الـ مع الـ مع الـ الاهلي. الاهلي، لانه مرتاح نفسيا. هيعتزل في الاهلي؟ ممكن اتوقع انه يعتزل، يا اما الاهلي يا اما صفاقسي. يا اهلي يا صفاقسي. وانا نفس الشيء، انا يا الزمالك يا صفاقسي. الله، دي معلومه بس لسه بدري. لسه بدري، ربنا يديك الصحه. شايف نفسك تعتزل امتى؟ والله انا بشوف طول ما رجلي واقفه ونلعب ونكمل، يعني ما عنديش مشكله. ملتزم خارج الملعب؟ ملتزم خارج الملعب. كانت فاكر اكيد الكلام اللي كان بيتقال ان فرجاني ساسي يقود شله السهيره في الزمالك، وان لازم يركزوا، وان اللعيبه دي مش مركزه، وفرجاني ساسي هو اللي قائد. هذيك اول ما جيت لمصر الناس مش يعني انا اصلا ما كنتش عارف، يعني انا مثلا احنا ولا انا كشخصيا الفترة مباريات تمرين تمرن نلعب بس مثلا خلصنا مباراة عندنا مثلا بعدها مباراة عندنا راحة يوم عادي، انا بالنسبة لي نطلع نتعشى نخرج مع اصحابي ما عنديش مشكلة، فاهم؟ في الاخر عندي اجازة بس بعدين فهمت اللي في مصر مش نفس التفكير. اجازة مش اجازة، لازمك تنام الساعة 10 في البيت، ما يشوفوكش برا، ولا روح بلادك اعمل انت براحتك، فهمت؟ بعدين فهمت اوكي نقعد خويا نتمرن ونلعب المباريات وقاعد في البيت. ايوه نستخبى بقى انا واصحابي في البيت. قاعد ولا فهمت؟ بعدين لما يعني مش في البيت، يعني قاعد في البيت على روحي مريح. ايوه. بعدين لما يكون عندي اجازه نسافر يعني. نسافر. بس ما فيش ايه اكتر مكان بتحبه في مصر؟ محافظه غير القاهره سافرتها حبيتها. غير ميت عقبه؟ غير ميت عقبه، بلدك الاساسي. والله شفت عجبتني الغردقة. الغردقة عجبتني. بتحبها؟ ايه حبها المكان. حلو. طيب نروح لفقرة لعب سريعة كده مع بعض بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل هسألك عن تجربتك في فرنسا ميدز. بتصفها بإيه ولماذا لم تستمر لفترة طويلة بإمكانيات فرجاني ساسي؟ فرنسا كانت كنت صغير، يعني أول ما احترفت فاهم كان طموحي نحب نحترف. اول 6 شهور كانت يعني بالنسبه لي كنت بقدم مستوى ممتاز ونلعب ومتحمس، لكن للاسف الفريق بتاعي نزل الدرجه الثانيه. هذيك الامور اللي صعبت. كانوا عندي جالي عروض، لكن النادي موقع مع 4 سنين ما وافقش. كملت معهم سنه في الدرجه الثانيه، عودنا صعدنا، لكن لقيت صعوبات كثيره في الدرجه الثانيه لان التحامات وغير من الدرجه الاولى. فاهم؟ ما بتخلكش تلعب كوره اللي انت تلعب كوره تحب نلعبها، فاهم؟ بس بعدين لقيت اني نفسي مش مرتاح في الفريق ومعانا لسه صغير، قلت خلاص نرجع تونس نعاود من اول جديد ونعاود نعمل، وليت نخسر مكاني في المنتخب. أيوة. خلاص نعاود نرجع من جديد ونشوف نعاود نرجع اسمي يعني. شفت اللي حصل اكيد في الدوري الفرنسي الايام اللي فاتت من رفض بعض اللاعبين العرب والمسلمين المشاركه في حمله دعم المثليه، ماذا لو كان فرجاني ساسي موجودا؟ كان هيبقى ايه موقفك في حاجه زي دي؟ احترافيه وانفذ ما يطلبه النادي، ام موقف شخصي احترم الجميع ولا اشارك فيه؟ لا انا لو كنت مكان انا مصطفى محمد كنت نفس الشيء، ما كنت راح اشارك يعني. ما كنتش تشارك؟ يعني في اشياء يعني اوكي نحن في عقد وفي كل شيء، لكن في اشياء يعني عندنا اعرافنا وعندنا تقاليدنا وعندنا ديننا ما يسمحلناش انه في اشياء حتى لو خسرت كل شيء. في اشياء ما تقدرش ما يسمحلكش تسلم فيها. انا يعني مع موقف مصطفى محمد، مع موقف مصطفى فاهم، واكيد في بلدان اخرى كثير انه يعني عندهم المواقف هذه، وفي بلدان ثانيه يعني عندهم اشياء يستفزوا المسلمين. ربي يهدي، ربنا يهدينا جميعا. ربنا يهدي. بعد الفاصل جاهز للألعاب؟ جاهز. فقرات سريعة متنوعة مع النجم فرجاني ساسي، وهنقرأ كمان من الهاشتاج بتاعكم فرجاني ساسي في الماتش. الفقرة الأخيرة من حلقتنا وحوارنا مع النجم الكبير الكابتن فرجاني ساسي، منورنا كابتن فرجاني. حبيبي. في تعليقات على الهاشتاج اخترنا بعضها، هاشتاج فرجاني ساسي في الماتش، نقراها ولو تحب تجاوب على الأسئلة لو ما كانتش طرحت حتى في حوارنا. يلا بينا نستعرض على الشاشة التغريدات. الأول من حمدي بيقول: أولا لما رجعتش من معسكر المنتخب كملت معانا ماتش الكاس، اهو الشاشه اهي، وماتشين الدوري ومشيت مع نهايه عقدك 30 يونيو. ده زملكاوي. اي بس انا كان بعد ما خلصت مع المنتخب اوريدي
يعني وصل لشهر خمسة ولازم من شهر خمسة القانونية، يا إما من 30/5 ما روحش ثاني مرة أخرى، يا إما أكمل معهم. لو كملت خلاص في، لأنه مجهز العقد ومجهز كل حاجة، صعب إنه لازمني الوقت هذا ما رجعش للزمالك. أيوه لازم أنا أقرر، فاهم؟ هنا لما اتكلمنا على العاطفة مش من ستة يعني، من خمسة. بس هو كان من خمسة فعلا، مش نهاية الموسم؟ من خمسة، إنه مجهز كل حاجة من خمسة، وفي أشياء قانونية وكده. طبعا. يعني من الآخر لازم يا إما أكمل، لو كملت خلاص كل حاجة ننسى ونتحمس وليتي. مفهوم. ليه ما ردتش على كابتن حسين لبيب وسمعت العرض اللي كان هيتقدم لك، خصوصا إن نفس اللجنة كانت جددت للونش وزيزو؟ انا قلت لك انا هذا اللي حصل يعني، مفيش ولا عرض جاني، فاهم؟ لانه في الاخر لما تشوف، لما تجدد مع الونش وزيزو وتجدد مع لعيبه محليه يطمن يدي امان. اي بس هم لما شوف، اصلا لما انا كنت اتكلم معايا كم لعيب جدد، شيكابالا، جنش، اوباما، في لعيبه كثير جدد. بس مزبوط. انت لما تجدد اللاعب ابن النادي ولا لاعب محلي مثل لاعب اجنبي، فاهم؟ في تختلف في امور كثيره يعني، حتى العمله مش نفس العمله. مفهوم. هذاك المشكل. وانا قلت لك انا اتكلمت معاهم انه في المهم نلاقي الحل في القديم وبعدين نتكلم في جديد بس. لكن ما اشعركش بالامان؟ ما اشعرش بحتى حد بالامان. اصل يتقال ان الكابتن حسين لبيب جالك ماتش اسماعيلي وانت ما رحتش. لا او يعني ذيك عاملينها موضوع. انا اتكلمت معاه بعدها، بعد ماتش اسماعيلي، قلت له انا مسافر عندي منتخب. يعني هو عارف. ايوه. بعد ما سافرت انا راحوا بعثني، عامل نفسه انه بعثوا لي رساله وعايزين يقعدوا معانا، وانا ما قعدتش معاهم. وانا اوريدي عارفين، وقلت لهم انا رايح منتخب. يعني انا اقعد استنيك عشان يعني عندي معاك مش عارف من كم اسبوع ما قابلتنيش. لما انا جاي منتخب عايز تقابلني. يعني ما كنتش بتتهرب. هم حابين يطلعوا الناس ان انا مش اوكي وانا الغلط مني انا. بس هذا هو. مفهوم. فرجاني ساسي في الماتش، مش ناوي ترجع لي بقى، ترجع بقى وتخلي الحلم حقيقه يا فرجاني؟ ان شاء الله. انا قلت ان شاء الله يعني هيجي يوم وان شاء الله نرجع للزمالك اكيد. هو كان بيعلق على تغريده كاتبها من سنه 21، بيقول من يومين حلمت انه واقف بتكلم مع فرجاني وبعاتبه بقى عشان مشي، قال لي انه زعلان انه مشي من الزمالك وزعلان لزعل الجمهور منه، وقال لي لو في فرصه انه يرجع هيرجع من تاني. صح. يعني نعتبر الحلم حقيقي. ده الحلم الحقيقه ده. طيب تغريده ثالثه، محمود جابر بيقول انت لعيب فنان محدش يختلف على كده، لكن اوقات كتير بحس انك بتلعب بالشوكه والسكينه، عارف يعني ايه الجمله دي؟ فاهم. وما بحسش انك بتهين نفسك في الملعب، عشان اذا كانت الميزه دي عندك اعتقد كنت مكانك هيكون الدوري الانجليزي. ممكن كلامه صح، بس انا يعني هذا ستايل لعبي، بحاول باجتهاد، وممكن يعني ممكن اركض واقطع كوره وادافع، لكن باسلوبي يعني. أي. في كل حد يعني، في لعيبه كثير في مثلا توني كروس ولا في مودريتش ولا غيرهم بيدافعوا، لكن بطريقتهم. بس في لعيبه مثلا كازيميرو ولا كروس، الاثنين بيدافعوا، لكن ده باسلوب، لكن ده اسلوب شوكه وسكينه ممكن نسميه، وده ممكن، بس هذا اسلوب يعني، مش يعني بحط رجلي وعمري ما كسلت يعني. مين اكتر لعيب بتحبه في العالم في مركزك؟ في مركزي انيستا، وحاليا يعني انيستا لسه بيلعب برضه. انيستا في ماشي من اليابان اهو، فاهم؟ وثلاثه هم انيستا. ايوه. وبيرلو. ايوه. ومودريتش. هذول من ثلاثه لعيبه اختيارات مايسترو، كلهم مايسترو زي المايسترو التونسي. الشوكه والسكينه. بس انا في شيء، لو في عنده كلامه صح في موضوع، لو انا كنت بنفس الاجريشن ونفس يعني نقول احنا نفس التفكير زمان، لان انا كل ما اكبر كل ما تفكيري ينضج اكثر. لو كنت نفس النضج من زمان كنت ممكن العب في فرق افضل يعني، ولا في نحترف في اماكن في اوروبا. ازاي ممكن لاعب يكون ناضج في سن صغيره؟ ايه اللي بيحتاجه اللاعب علشان يوصل لانه يكون عقليته قويه في سن صغيره، مش لما يكبر عقليته؟ صح. هو شوف، هي لازم الظروف تساعدك شويه، في نفس الوقت الناس المحيطين بيك كوكيل اعمال وغيرهم، وكتختار المكان الصح اللي تروح فيه. مفهوم. فاهم؟ ممكن لو انا رحت الفريق ثاني في الاول بتاعي في اوروبا، ممكن أيوة. كنت ننجح. مفهوم. ولو انا كان فريق يسابوني رحت البوردو، كان عندي عرض بوردو. أيوة. كان ممكن تختلف. صح. تختلف الاشياء. صح. بس ودك في وكيل اعمال، في ظروف تخليك. مودي اسئله سريعه بيقول لك ايه افضل ذكرى لك مع الزمالك؟ افضل ذكرى ليا لما اللعيبه فازوا على الرجاء وقالوا لي، وجاوا لي الغرفه بيهتفوا باسمي. انا كان عندي كورونا. ساعة ما كان عندك الكورونا. صح. افضل بطوله حققتها مع الزمالك؟ افضل بطوله السوبر ضد الاهلي. ضد الاهلي.
اللي ضربة جزاء ضربات في جزاء الإمارات ولا في الإمارات؟ مظبوط. ليه بتعتبرها أفضل بطولة؟ صراحة حسيت انه لما تفوز بطولة على الاهلي غير انك تفوز بطولات الثانية يعني، فاهم؟ هذا اللي حسيته يعني. زعلان انك ما حضرتش نهائي الكونفدرالية؟ زعلت كثير، بس اللي الفوز والجماهير اللي عملوه لي في الاستاد يعني للحين موجود عندي في الانستغرام وفي فيسبوك يعني، كل مرة ادخل اتفرج عليه حتى اوري اصحابي في اي مكان، ولا عندي اصحاب بص النهائي انا ما كنتش فيه، ما كنتش مهم، بس شوف الناس كيف عاملة يعني، هذاك خلاني ريح علي شوية يعني. فهمت. مين كان اقرب لاعب ليك في الزمالك؟ طارق حامد. طارق حامد وما زال؟ وما زال. في لعيبة تانية حتى ولو بدرجات مختلفة؟ في يعني زيزو، الونش، محمود علي يعني الحين مش في الزمالك، بس في امام عاشور، مصطفى محمد، بس يعني مثلا ممكن نختار بعد طارق حامد جنش ومصطفى محمد اكثر ناس يعني متواصل معاهم، اكثر الاثنين متواصل معاهم. مفهوم مفهوم. في ناس بتقول ان امام عاشور خليفه فرجاني ساسي، هو اللي عرف ياخد مكان فرجاني ساسي، بتشوف ازاي مستوى امام وايه رايك في المقوله دي؟ لا هو مش خليفه ولا حاجه، هو عنده ستايل ولعب اصلا ما كانش مركزه، لكن في مركز هذا لعب وابدع فيه ما شاء الله. وكنت يعني انا وطارق حامد كنا كثير يعني ننصحه يعني، مش احنا لعيبه كبار جدا، لا اكبر منه، اكبر منه بس بنحاول نعطيه شوي خبرات. أيوة. احنا اصلا يعني بنقبل النصيحه من اي حد، لكن شفنا فيه انه هو عنده كواليتي كثير، كنا يعني بنعطيه شويه نصايح انه يقلل شويه الفاولات، يحاول مجهوده يعطيه اكثر، ما يمسكش بها الكوره يقعد يجري بها يمين ويسار، فاهم؟ يعني عنده هو ما شاء الله انرجي كبيره، عنده طاقه كبيره، بس يحاول يجري في كل ملعب. لكن انت لما غيرت ملعب تلعب بنص ملعب يعني مرات تخلي مكانك فاضي يعني خلاص، فاهم؟ هو كان يروح من هنا يمين يسار شمال، عنده طاقه يعني. كنا استغربت انه مشي؟ استغربت الموافقه على رحيله؟ لا ما استغربش، انه عنده كواليتي وانه عنده طموح انه يلعب في اوروبا ويشوف يعني صلاح ويشوف تريزيجيه، في لعيبه كثير يعني راحت مصريين في اوروبا، هو عنده الطموح هذا يعني صراحه يعني، كنادي بيفكر في مصلحه الفريق، كهو يفكر في يحب يعمل اسمه تاريخ ليه. مفهوم. يعني هو النادي استفاد بفلوس وهو راح يعني يحترف. طيب بعض الاسئله السريعه هنكمل التعليقات اذا وجدت، اصبحت جاهزه يعني. شقيقك مصعب ساسي لاعب الصفاقسي السابق يقولون دائما موهبه من اعلى المواهب، ليه مسيرته ما كانتش بنفس درجه نجاحك واستمراريتك؟ هو اخوي يعني ككواليتي وكلاعب مهاره افضل مني بكثير. وهو كان من يعني كان من جيل يوسف المساكني، كانوا هم الاثنين افضل لعيبه موجودين، ومن هم صغار لعبوا كاس العالم. لكن هو ممكن كان بيتقال احسن من المساكني نفسه، كان ممكن يعني تقول احسن من، بس هو كان هو يسار ويساكن يمين يعني، فاهم؟ كانوا عاملين شغل ما شاء الله، كان افضل لعيبه وطلع لاعب صغير وعمل اسم اللي هو صغير، لكن بعدين ممكن نقول انا شويه من شخصيته انه محترم كثير اخويا، فهمت يعني؟ مش يعني مش محترم انا، لكن هو يعني يعني اقوله بالتونسي ولا كيفاش نفهمها؟ طيب قولها بالتونسي كده، قولها يعني بالتونسي. عاقل يعني، عاقل برشا يعني، من اللعيبه اللي يعني عادي تاخذ له حقه في حاله، فاهم؟ في حاله فاهم، في حاله يلعب والكره محتاجه لها، محتاجه شويه، لازمك شويه فاهم اللي عند فرجاني اي لازم لازمك شويه كل وقت ياخذ وقته، فاهم؟ مفهوم. وفي عنده ممكن ظروف كمان ما ساعدتوش، فاهم؟ لانه كان يعني الفتره هذيك كان عنده، كان معاه، كان مثلا معاه بابا كان بياخذ معاه يعني، كان بيعطيه شو اسمه هي الديسيجن يعني، يختار مع مثلا يكون عنده عرض ولا يكون عنده اشياء قدامه، مثلا ياخذ راي الوالد، ولا مرات الوالد على عيني وراسي، فاهم؟ بس مش دايما بيكون عنده نفس النظره، نفس النظر الاحترافيه، يعني تشوف ناس اللي عندها عندها يعني تفهم في الموضوع هذا، المخصصين مخصصين الاب يمشي بالعاطفه اكثر، فاهم؟ مرات هو يعني يتكسف، فهمت؟ مثلا من ابويا ولا من حد يقول له اعمل هذا، يروح في الموضوع. لكن عنده كواليتي في الاخر، قلت لك يعني في شويه اسباب ومعاه ما كانش عنده حظ، لكن انا تعلمت كثير من تجربته، كان قدامي يشوف الاخطاء اللي يعملها هنا نصلحها، ما بتكررهاش، ما كررتهاش. اللي قال كده برضه شريف اكرامي، قال على موهبه الكابتن احمد اكرامي شقيقه الراحل الله يرحمه، قال ان كنت بشوفه اكبر مني، كان مثلي الاعلى، فكان حتى اخطائه بعرف ازاي ما اعملهاش، ما اعملهاش نفس الشيء. هو اكيد مع شويه حظ الحمد لله، ربنا يخليكم لبعض يا رب ويديم المحبه بينكم. ايه الفارق ما بين رياض محرز ومحمد صلاح؟
وكيف ترى الموهبتين؟ انا اقول لك شوف، دايما هذه نسمع، عندي صاحبي جزائري في قطر يسألك. وصاحبي مصري دايما بيتخانقوا على المشكله هذه صلاح، وانا اقول لهم في الاخر هذم اثنين فخر العرب، يعني اثنين لعيبه عملوا اشياء كبيره في اوروبا وخلوا كل الناس تتكلم، يعني عارفوا الجزائر وعلى مصر من هذم اللاعبين اثنين. يعني بالنسبه لي انا يعني ممكن صلاح هداف ومحرز اكثر مهاري منه، لكن كل واحد في فريق ويختلف عن الثاني. اوكي نفس المركز لكن كل واحد عنده ادوار فمثلا محرز في مع جوارديولا ما كانش ما يلعبش كثير دائما اساسي، صلاح لا، حتى يمكن يطلع دقيقتين يزعل فاهم، لانه مثلا دائما يحب يعمل يسجل ويحب يعمل ارقام. مثلا محرز ممكن مش نفس التفكير، لكن اثنين لاعيبه كبار واثنين فخر لينا. لكن انا شايف منهم صلاح اكثر هداف ومحرز اكثر مهاري، مهارة يعني فاهم. لن يتاهل الى دوري ابطال اوروبا ليفربول السنه دي، وكتب تغريده محمد صلاح اول امبارح وقال فيها انه انا محطم وان احنا ما فيش حد نلومه الا انفسنا على عدم التاهل لدوري ابطال اوروبا. البعض خد التفسير لزاويه ان صلاح بيرسل رساله انا ما ينفعش ما العبش في اوروبا فانا ماشي. انت بتشوف ايه الموقف الانسب، بيكمل ولا لا؟ انا ما اعتقدش انه هذه الرساله يعني هو انه ماشي ولا شيء، لكن اعتقد انه هو يعني اكيد ناس بتحبه كثير وحاسس مسؤوليه وانه هو ما الموسم هذا ما كانوش يعني في المستوى المطلوب. لكن انا شايف يعني في الاخر هو يعرف هو شو الانسب ليه، يعني اما يكمل هناك لا، في الاخر لو لاعب يلقى الاجواء مرتاحه وفريق انه ممكن، لانه الحين محمد صلاح في حته ثانيه يعني مظبوط، حاب يعني حق القاب جماعيه وفرديه، ما يحبش ينزل في المستوى. أيوة. لو حيشوف انه في ليفربول راح يخليه يحقق نفس الاهداف كجماعيه ولا فرديه راح يكمل. لو حس انه الامور مش راح تكون اوكي راح يغير، كاي لاعب يحب دائما الاستقرار. صح زيك كده بيحب الاستقرار زي ما قلت في بدايه الحلقه بتاعت امبارح. لكن لو هسألك، كلمت محرز أو صلاح قبل كده؟ حصل بينكم أي أي لما لعبت ضدهم؟ بس صلاح خدت منه التيشيرت بتاعه من اللي كان يلعب في بازل، في بازل رقم 11 قبل 110. كمان لعبنا ضده في تونس، فزنا عليهم في مونستير 2-1، ده في تصفيات أمم أفريقيا. فزنا عليهم في مصر 1-0، فزنا عليهم هناك. صح. وخدت من عنده التيشيرت، أعطاه لي التيشيرت هذيك من الأول في بازل. بس يعني حسيت إنه ما شاء الله إنه كان إنه اللعيب ده لعيبة حقيقة فهمت؟ وبعدين ما شاء الله وصل، بس عندي 11 اما بتاع صلاح وعندي ومحرز وعندي تيشيرت محرز تقريبا، والله يا محرز يا ابراهيم مش عارف صراحه، يا محرز يا ياسين ابراهيم. نعم. تلقيت مفاوضات جاده من بيراميدز في وقت سابق؟ نشوف، نتكلم على مش على لساني، على لسان وكيلي. تمام. ممكن يكون هو صح وممكن غلطان. تمام. بس الفتره اللي كنت انا فيها مش روح من الزمالك الفتره الاخيره، قال لي في عرض من بيراميدز، مع احترامي البيراميدز والناس الشغالين فيها والاداره وفريق محترم وكل حاجه، بس انا الفتره ذيك انه قام قرر يا اما كمل في الزمالك يا اما برا مصر. يعني حتى لو في فلوس ماديه يعني خياليه، حتى لو اكثر من قطر مستحيل كنت نوقع. تمام. على الاقل احترام الاقل ابسط شيء نعمله فاهم، هذاك كان قرار يا اما نجدد مع الزمالك يا اما نطلع برا. ده اللي انت قلته لوكيلك؟ ده قلت الوكيل يقول. فاغلق هو بس هو اكيد ما اغلقش، انا عارف كده خلى فاتح معاهم عشان طبعا تفاوض فاهم، بس انا قلت له يعني انا بالنسبه لي انت اوكي ما تحبش اوكي خليني اتصرف. بس اعطيك انا مش رايح، لكن انا يعني بيراميدز مثلا من الفرق ممكن نلعب فيها في مصر. قلت لك انا اي فريق ممكن نلعب فيه في مصر ما عدا الاهلي. يعني دلوقتي انت ممكن تلعب في اي فريق في مصر؟ ممكن اي ممكن الا الاهلي ممكن، بس لكن يعني وقتها كان ما ينفعش. شوف لو رجعت مصر دايما الاولويه الزمالك. تمام. لو ما فيش ممكن العب فريق ثاني يعني بيراميدز ولا غيره، بس الاهلي صعب واضحه يعني مع اي حد زملكاوي هيقول لي مش مشكله. مفهوم واضحه تماما. هذا ابسط شيء نعمله مع الجماهير اللي عاتت باسمي واللي عملت اشياء يعني ما عملوهاش يعني في تونس. بيراميدز ما بياخدش بطولات ليه؟ ايه رايك في التجربه؟ والله شوف انا البارح اتقابلت مع صاحبي فخر الدين بن يوسف، يعني فخر الدين بن يوسف صاحبي صديقي. تكلمنا شويه في الموضوع، قلت يعني غريبه يعني ليش فريقكم عندكم نجوم من عندكم فريق ممتاز وتجيبوا مدربين وكل حاجه لكن ما تاخذوش بطولات فاهم. لكن انا حاسب رايي يعني تكلمنا، ما نقدرش اقول لك شنو قال لي هو، لكن اللي حسيته انه يعني فريقهم دايما ناقصهم الضغط، الضغط الجماهيري. لو كان في عندهم جمهور قاعده جماهيريه كبيره كان ممكن يفوز بطولات، لكن في الاخر دايما
نقصهم شويه حماس. اه عندهم كواليتي يلعبوا ويوصلوا ويفوزوا في الاخر. ما عندكش يعني جماهير وراك باش تحفزك اكثر باش تاخذ بطوله ولا لما تخسر فريق يرجعك ما لازمكش تخسر مباراتين ورا بعض. في زي يعني مثل الزمالك والاهلي وحتى فرق ثانيه اسماعيلي وغيره. صح يعني عندهم جماهير بس هم المشكلة ما عندهم جماهير، هذاك الحاجة الوحيدة اللي خليتهم يعني ممكن ما يفوزوش ببطولات. مفهوم تماما. المثلوسي، مثلوثي حبيبي خويا مثلوثي يكمل في الزمالك؟ عقده بينتهي بنهاية الموسم الحالي. اي ينتهي بس نعتقد انه قاعد الفترة الأخيرة يعني يقدم في أداء ممتاز. نعم انه الفريق يتعدى بعثرات وممتاز ومش في أداء ممتاز، لكن مثلوثي قاعد من يعني ما شاء الله قاعد يأدي في الزمالك ومش باخر على النادي. نعتقد انه لو افضل شيء لو يجددوا له بس هو عارف ما يعني ادرى بيه يعني فاهم. سيف الجزيري، سيف الجزيري نفس الشيء يقدم للزمالك لكن ما قدمش بنفس بالنسبه شوف بالنسبه اللي هم المشكله مش مشكله هو. لما تجيب محترفين في ليفل معين تبقى عايز مستوى اقوى من مستوى يعني مثلا الحين اي نص ملعب يجي للزمالك يقول لك يقارنوه بفرجاني ساسي. صح. ولا اي واحد مصري في نص الملعب يقارنوه بطارق حامد. مظبوط. اي مهاجم يقارنوه بشر بن شرقي مصطفى محمد خلاص دائما يقارنوه به. لو يقارنوه بنفس الشيء صعب لكن من حقهم. تمام. هذا من حق النادي يطمحوا اللعيبه ممتازين لكن شايف جزيل نشوف انه ما اعرفش يعني ما حسيته ما توفقش كثير مع الزمالك. اكيد عنده ظروفه فاهم ممكن في امور اخرى ما نعرفهاش انا لكن حسيت انه ما توفقش كثير مع نادي رغم انه سجل اهداف هو هداف تاريخي للاعبين التونسيين في الدوري. اي عارف اي بس سجل كثير بس لانه حسيت يعني ممكن مع الكواليتي اللي عنده مفهوم. كان ممكن يقدم افضل من الزمالك. مفهوم تماما. مين افضل لاعب وسط في الكره المصريه حاليا؟ حاليا موجودين في الدوري المصري؟ مين ممكن نتصور اللي شايفه يعني قاعد يقدم في يعطي في الاضافه احمد فتحي بتاع احمد بتاع الاهلي حمدي فتحي ترى فتحي. انه بيعمل اضافه مختلفه إضافة. عن الشيء اللي شايفه الفتره الاخيره يعني انه هو بارز يعني فاهم ده معناه انك متابع فعلا متابع يعني اختيار يعني الفتره اللي هو منطقي جدا اللي هو يعني نتكلم انه بارز الفتره الاخيره بيسجل وبيقدم اداء ممتاز يعني لاعب مجتهد يعني حاسه مجتهد جدا يعني فاهم انه يعني ممكن ككواليتي كانت تقارنهم بينه هو والسولية نحسوا السولية اكثر كواليتي كلام لكن كاجتهاد مفهوم بالاجتهاد بتاعه مخليه متفوق على اللعيبه الثانيه. عبد الله السعيد ايه رايك في مباراه 3-3 اللي اتكلمنا عنها؟ كان هو مواجهك يعني هو عمل اسيست حتى الكينو حلو قوي. ايه رايك في مستوى عبد الله السعيد واللاعب عموما؟ الصراحه كلاعب لاعب محترم جدا ودايما كلنا نلعب ضد بعض بنتكلم مع بعض. عنده امكانيات كبيره واهم شيء واحسن حاجه فيه انه هو يعني لاعب محافظ على نفسه يعني هذا السن وما شاء الله بيلعب وبيأدي ومحترف يعني فاهم بتم على الكلمه يعني ان شاء الله كل في لعيبه كثير تاخذه يعني كقدوه وتشوف اللي عبد الله سعيد اللي بيقدمه في الملعب وبرا الملعب. اتمنى له التوفيق. ايه تقييمك لاسوريو المدير الفني الحالي؟ وتمنيت نلعب معه عبد الله السعيد في الزمالك. كان نفسي كم مره سمعت انه ممكن يجي للزمالك بتاع ست مرات كان هيروح وكان معانا اوباما معلش اوباما بقول له دائما نجيب طارق حامد ونقول له نجي قدام اوباما تجي انت اقول اسمع اتوقع انا وانت وعبد الله السعيد قدام ايش رايك؟ اوباما يقول لي ماشي يا سيدي ماشي بتتفقوا عليا قدامي؟ هي فعلا كانت تبقى طارق حامد وفرجاني ساسي وعبد الله السعيد ده ثلاثي ربما يخش الثاني ربما يبقى نزله في اخر 10 دقايق هو مبروك عليه الصعود مع طبعا عشان تعرف متابع كل اصحابي متابع ما شاء الله متابع وزملكاويه بتابعوا فيه هناك صح. في السعوديه هو لعيب كبير كمان لعيب كبير وفي الموسم الاولاني اللي هو مع كروس كان عامل موسم رائع حقيقي بس هو مرات بيعمل لك مباريات تقول هذا من كوكب اخر مرات تعمل لك مباريات تقول له وبابا بتعمل ايه؟ وهو عصبي شويه يعني بسرعه تلاقيه بيهزر بسرعه وتلاقيه عصبي بسرعه ايوه صح بيدخل شويه في النبوشات مرات بس ان شاء الله اتمنى التوفيق وانسان يعني جدع انت جميل انت يا فرجاني. عايز اسالك على اوسوريو نفسه المدير الفني الحالي للزمالك شايف انتقادات اكيد سواء عشان مستوى الفريق او عشان افكار كتيره بيعملها يرى البعض انها غير مناسبه للفريق انت بتشوف ده ازاي؟ والله نشوف انه المدرب بصراحه الحين ما نتصورش انه يتحمس ليا في اي شيء مش مسؤوليته لكن مثلا انا تقابلت حتى الجزيري صاحبي قلت له يعني انه
يعني خطوة سألت خطوة المدرب، ما اقولكش مدرب انه ما نشوفش النتائج، نشوف كمدرب عنده يعني عنده فكر، عنده مثلا لما تلعب ولا شيء تشوف انه في فكر في قلبه. تمام. فمثل مثلا الاهلي الحين لما تفرش لا عارف انه مثلا عنده فكر بلوك ميديوم، وعارف امتى يضغط امتى يلعب وفاهم. لو عنده الحته هذه يعني ان شاء الله في المستقبل راح يكون مدرب يساعد. تمام. بس الفتره صعبه، فترة صعبة جدا، ان شاء الله تعدي يعني باخف الاضرار، ان شاء الله ناخذ فيها بطوله ولا كاس ولا اي شيء. والموسم الجاي ان شاء الله تبدا من جديد. يعني تفتكر انه هيبدا الموسم اللي جاي وهو لسه مدرب في الزمالك؟ والله ما نعرفش، بس انا من رايي يعني لو يجهز هو الفريق الحين للموسم، يعني تحاسبه الموسم الجاي. مين افضل مدير فني تدربت تحت قيادته في الزمالك؟ في الزمالك افضل بتكلم ولا على افضل ولا اسوء؟ ايه افضل ولا اسوء؟ افضل. ما انا هسالك على الاسوء بعدها. الافضل يعني ممكن انت دربك طارق يحيى، خالد جلال، بس فترات قصيره هذا. فترات قصيره. انا بقول كل اللي دربوا، باتشيكو، كارتيرون، وجروس. انا يعني بين جروس وكارتيرون، بس ممكن اختار كارتيرون انه عدينا اكثر فتره معه. كارتيرون اكثر. هو فعلا كارتيرون كان اكثر واحد لعبت معاه مباريات، تقريبا 41 مباراه. صح. مين اسوأ مدرب اتمرنت معاه في الزمالك؟ في الزمالك باتشيكو. ليه؟ لانه يعني مش عندي معاه مشكله شخصيه، بس انه كان بالنسبه لي كمدربين ثانيين انه هو ما حسيتش يعني بيني وبينه في يعني تفاهم، يعني ممكن حسيته من هو مدرب يعني قديم شويه، فاهم السيستم بتاعه، ويحب الانضباط ومش عارف شو يعني، فاهم، ويحب اكثر الخشونه. وانا كما قال مش شوكه والسكينه، لكن اوكي، بس خشونه، بس مش في التمرين يعني. مرات بيطالبك انك خشونه وتلبس شنكار في التمرين وتلعب، فاهم يعني. حسيت انه ما يحبش شوي النجوم ولا اللاعب اللي في لعبه بتاع تمرين، في لعبه بتاع مباريات. يعني انا صراحه ما حسيتش نفسي معاه يعني مرتاح. ما كانش في تواصل. عندي في الملعب نادي اللي عليا والسلام عليكم. حصل اي مشكلات؟ لا ما صارش ولا مشكله، ما صارش ولا مشكله، فاهم. قعدنا مره مع بعض تكلمنا، يعني حسيتك شويه، فاهم، ما نعرفش، فيش ود، فيش ود. قعدت كلمت مع جبت المترجم، قلت له انا شوف علي نعمله في الملعب. تمام. وهذا واجب علي. والسلام عليكم يعني. بينا ملعب. وهذاك هو اللي صار يعني. علاقة فخر الدين بن يوسف معاه ايه دلوقتي؟ والله ما نعرفش ولا ما سالتوش؟ ما سالتوش انا. طيب رسالتك كانت واضحة، وانا عجباني صراحتك بالمناسبة. انا بتكلم بصراحة يعني. انا صح بصراحة. جمهور الزمالك انت قلت ان هو بيحبوا النجوم بعكس جمهور الاهلي، صح؟ انت قلت كده يعني. ممكن ليه افهمك ان الاهلي جمهور الزمالك بيحبوا اللاعب، يعني يحبوا البطولات اكيد، لكن بيستمتعوا اكثر لما يكون لاعب فنان ولاعب يمتعهم في الملعب، فهمت؟ يعني مثلا الاهلي بيحبوا اكيد فنان، لكن اكثر يهمهم اكثر شيء انك يعني لو خلص هات لي البطولة، فاهم، هات لي البطولة، فهمت؟ الزمالك نفس الشيء، يحبوا هات البطولة، لكن يحبوا أكثر إنه لاعب يكون فنان يستمتعوا أكثر. أنت بتميل لإيه؟ أنا الصراحة الاثنين، فنان وتجيب بطولات، بس فنان بدون بطولات إيش نعمل بيك؟ برافو عليك. بس مثلا أعطيك مثال، لو أنت لاعب في الزمالك فنان وجبت بطولات وبتساهم في إنك تجيب بطولات، راح تطلع يعني فوق زي ما شلوغة. حصل مع فرجاني ساسي. ولو مثلا في الاهلي فنان بطولات اوكي، يعني حاجه حلوه، ما فاهم، نحس اكثر جماهير الزمالك بيحبوا اكثر من الاكل الفنان، فاهم، مفهوم الفن والهندسه. الفن والهندسه يا باشمهندس فرجاني. مثلا بس حاجه ان شاء الله، يعني جماهير الاهلي والجماهير المصريه يكونش قلت شيء يزعلهم ولا حاجه. انت لا انت بتقولش حاجه. والله بحاول انا اتكلم، يعني كلامك فيه احترام، بحاول اتكلم باحترام. لا وشويه هزار بس والله ما عنديش مشكله ولا حد، وما نحبش اني نعمل نمره عشان الجمهور زي ما تحبني اكثر. وبالعكس انا اكثر حاجه حابها في مصر انه جاي كل المصريين بيحبوني، كان من اهلي ولا زمالك. يعني نحب نخلي نفس هذه الحتة موجودة، واحنا كمان يعني كلنا بنحبها. ونقول لهم لو أي كلمة صارت مني سوء فهم ولا حاجة، راني حقكم علي، مش قصد أي شيء. موضوع محترم منك إنك كمان توضح. لازم نوضح، الكلام واضح الحقيقة. ما نحبش حد يزعل مني. طب لعبة 1 2 بكلمة إجابة سؤال، يعني كلمة. سؤال إجابته بكلمة. مثلك الأعلى؟ مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو. أقرب لاعب ليك في مصر؟ طارق حامد. طارق حامد. أصعب لاعب واجهته في مصر؟ أصعب لاعب واجهته في مصر عبد الله سعيد. عبد الله سعيد. أفضل لاعب زميلته؟ يعني إيه زميلته؟ يعني أصبح كان زميلا لك في نفس الفريق في مسيرتك كلها.
فخدي بن يوسف، لعبت معاه في مع ترجي في المنتخب. صفاقسي ومع المنتخب. مظبوط. افضل لاعب وسط في العالم حاليا قلت مودريتش. قلت مودريتش. فريقك المفضل خارج تونس؟ زمالك. وخارج مصر؟ خارج مصر يعني لازم خارج مصر. حاليا نسيت، انا السيتي. بغير كل شوية. انت بتغير، انت مع الفرقة اللي مع الفرقة بستمتعني، مفيش انتماء لفريق معين يعني. انا كنت زي نحب ريال مدريد لما كان رونالدو موجود فيه، لما كان رونالدو بس موجود. بعدين نحب الفرقة تمتعني. فريقك في البلاي ستيشن؟ لا ما بلعبش بلاي ستيشن، ما بتلعبش. بطلت بلاي ستيشن. بتعمل ايه في حياتك غير الكورة؟ ايه الهواية اللي بتحبها؟ بعمل، بروح الجيم، بروح العب يعني، بروح مع ابني العب معاه، فاهم يعني؟ عنديش اي شيء يعني، بحب البحر، تمام. بحب البول. ابنك هيبقى لعيب كورة؟ والله هو يحب، يقول نحب ابننا يكون، بس ان شاء الله ربنا يخليه لك يا رب. هدف لن تنساه؟ لن انساه. اكيد هدفينهم. جول مع تونس في كاس العالم، ايوه، لكن انه في الاخر كاس عالم، وهدف اللي هو البينالتي. بلنتي، وهدف لن انساه. في هدف انا سجلته، ولا هدف كنت حاضر في المباراه؟ طب احكي لي الاثنين، قول لي هنا وهنا. سجلت شوف، بالنسبه لي انا عندك، شوف الرجاء، وهدف في كاس العالم، وهدف اللي سجله فخدني بن يوسف، عملت له اسيست اللي خدنا بيه الكونفدراليه مع نادي صفاقسي. تمام. 2012 تقريبا، صح 13، صح 2013 13، يعني في اخر لحظه سجلنا الجول، خدنا بيه من مازيمبي، خدنا بيه البطوله. افضل بطوله في مشوارك؟ افضل بطوله في مشواري، أفضل ما نصور الدوري مع الزمالك اللي بس ما لحقتش نصور معاه. بس اتحطت صورتك. أي بس هذاك حاسدي، هذاك أفضل شيء إن شاء الله نصور معاه. موقف كوميدي حدث لك؟ موقف كوميدي حصل لي. أي موقف كوميدي حصل تحب تحكيه تضحك الناس معك؟ موقف والله بصراحة مش مستحضر يعني، مش مستحضر، مش مستحضر. بس أنت بتحب النكت عموما؟ بحب النكت. بتحب تضحك؟ بحب. اللاعب خذلك؟ لا ما فيش حد، ما فيش حد خذلك؟ ما فيش. أو لو حد خذلك مش هتقول؟ أكيد أكيد مش هتقول. أوكي صريح بس مش للدرجة، بس مش يعني. قرار ندمت عليه؟ والله ما فيش اي قرار ندم عليه، كله دايما، حتى لو عملت قرار خطأ دايما اقول مكتوب لي، وانه عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. في واحد وانت داخل النادي او شافك في مصر من كام يوم قال لك لو ما لعبتش في الزمالك مش هتطلع بره البلد، مش هنطلعك من مصر لو ما لعبتش في الزمالك؟ في 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 صح؟ في المطار تقريبا. المطار حصلت صح؟ بس دايما المواقف كلها يعني كلها بتيب نفسه بضحكه يعني. اختار من الاسم، من اللي هقوله دايما حاجتين، اختار منهم واحد. الترجي ام الزمالك؟ الزمالك. شيكابالا ام الخزري؟ الخزري. بن شرقي ام زيزو؟ صراحة صعب شوية، هذا سؤال صعب. ليه؟ لأنهم اثنين قراب مني، فهمت؟ بس لأكثر أكثر إنه وزيدوس كنت معه في غرفة مع بعض، وأشرف كنا بقضي الأيام كلها مع بعض. أيوه صعب صراحة، مش لازم، خايف الصراحة هذا. مش لازم نشيل الاثنين. الاثنين رونالدو أم ميسي؟ أعتقد الإجابة رونالدو. رونالدو. رونالدو بس يعني بالنسبة لي الاثنين، بس لو اخترت اخترت رونالدو يعني. مبابي أم هالاند؟ مبابي. مبابي. ده انت مع هالاند انت بتأسسته وهو بيجي جوان مش هتخلص. لا بحبه بس مبابي يعني عنده، بحب اللعب اللي فرش. في كوره اكتر يعني. كارتيرون ام جروس؟ انت قلت الاثنين الافضل، كارتيرون. الاثنين بس نختار كارتيرون لو اختار. فقره الصور، هنستعرض صوره لاحد الاشخاص وهتوجه رساله، تقول موقف، تحكي اي حاجه تخصه. جاهز؟ جاهز. انظر الى الشاشه. الصوره الاولى شيكابالا. شيكابالا. شيكابالا ابن النادي والناس بتحبه كثير، ونقول له انه الفتره هذه دورك باش تلم الفريق، واللعيبه اللي جديده في الفريق ولا اللعيبه الصغيره، يعني انت عندك دور مهم جدا عشان تلم الفريق ويرجع الزمالك يقف على رجله زي زمان.
وانا عارفه انه راح يعمل نفس الشيء، راح يعمل الكلام هذا. في مطالبات بأن يعتزل؟ لا يعتزل، ليش يعتزل؟ ما دام هو ما دام ما شاء الله يقدم ويلعب 90 دقيقة وقاعد يأدي، ووجوده في الزمالك مهم كان معنويا وكفنيا وحتى كالجمهور، يعني عنده حب خاص. الصورة التالية بعد شيكابالا، الكابتن أمين عمر. الكابتن أمين عمر هذا اللي حصل مع الموقف صح؟ موقف السماعة، وإحنا شايلينها لك أهو عشان خاطر ما تتوترش. لا حكم ممتاز، نعتذر منه مرة أخرى على اللي حصل مني، إنه نتمنى له التوفيق، وهو يعني حكم ممتاز صارم وفي نفس الوقت حبوب يعني في تمام في اللعب، بس معي انا يعني وقتها عامل ردة فعل، يعني ممكن هو كمان عنده برا البيت مشاكل. انتوا الاثنين كنتوا متنشنين قبل الماتش، بس هو حكم ولا لاعب. نتمنى له التوفيق. انت مش هتعرف تطلع على شد سماعه. شد سماعه بتتوقف 6 ماتشات بعدها. شد على 6 ماتشات الحمد لله. الصوره التاليه امير مرتضى منصور. هذا حبيبي امير. أمير أنه قدم كثير للنادي يعني عايز يعمل كل حاجة أنه يفرح الجماهير، وعنده شغل كبير مع اللي يعمل فيه في النادي. يعني ست المستشار مش سهل أنك تتعامل معه، وهو مع أبوه يعني فاهم، يعني أبوك ونفس الوقت رئيس نادي، يعني مش سهل، وعارف ست المستشار مش سهل التعامل معه. يعني هو يحاول يوفق كثير بين اللاعيبه وبين الرئيس، يعني فاهم مرات الرئيس يزعل من اللاعب. يعني كان عنده شغل كبير، خاصه لما كنت موجود، يعني عنده شغل كبير في النادي ومهم جدا، وبس في الاخر في مرات يعني يتوفق في اختيارات، مرات يغلط، بس انا عارفه ومتاكد منه انه نيته صافيه، وعايز يقدم بالنادي، وعايز يدي يخلي الزمالك دايما متفوق. يعني فتشيكو ما بيحبش النجوم، امير كمان ولا بيحبهم؟ لا امير شوف صراحه يعني كان عاملني مثل اخوه، وقلت لك حسيت نفسي يعني ساعدني كثير في الاندماج في الفريق. يعني ما عندوش مشكلة نجوم ولا مش نجوم، بالعكس تدي شوف يعرف يتعامل مع اللعيبه لما تكون انت، عشان هو صغير مثلنا. يعني مثلا لما اللاعب يكون متشنش، في ناس ثانيه ما تعرفش تتعامل، تروح ده بيفهم، بتروح مرد الفعل، بس هو في الاخر لاعب، هو يعني ممكن اللاعب يحس نفسه مرات يعني فاهم شويه اليجانس كده، هو بتلاقيه يعني عارف يمتص الغضب بتاعك فاهم، بس بعد كده بيقول لك انك غلط ومش عارف ايه. بس في موقف تحب تحكيه عن امير؟ امير والله في اكثر المواقف في مواقف يعني كثير بينا صراحه فاهم، يعني ساعدني كثير يعني في كثير حاجات، وفي مواقف كثير يعني صراحه انه لما الجماهير نزلت هناك انا اقول له خليني ارجع، يعني صراحه الجمهور كله في بلد كونفدرالية يقول لي لا روح خليهم، بعد كده يقول لي روح للجمهور قول لهم انه يشجعونا فاهم. يعني في مواقف كثير صراحه. زعلتوا من بعض قبل كده وتصالحتوا؟ لا ولا مرة، ما عمره ما حصل معنا كده موقف، يعني بفهمه وبيفهمني فاهم، انا بحترمه كثير وهو بيحترمني كثير فاهم. ممتاز. بس عنده يعني حاجات يعني شوف كل وخاصة هنا في مصر، وهو كل حد يدي له يعطي حقه، لو انا يعني عملت حاجة مرات بيسمع مثلا عملت موقف في النادي ولا شيء، وانا بعمله اني بالحب وبعمله يعني ده طبعي، بس هو عايز يحب يطلعه وعايز الناس تعرف انه بيحب يقدر الناس ويظهر ده. صح. الصورة التالية أفشة لاعب محترم وإنسان كويس، ويعني ولاعب بحترمه كتير وبحبه ونضيف، دايما يعني كنا بنتواصل مع بعض بالتليفون، وعنده إمكانيات كبيرة، وإن شاء الله بس الفترة الأخيرة شايفه مش كتير يلعب أساسي، مظبوط، بس مشاركاته أقل بكتير. بس يعني بقول له اشتغل على نفسك وانت عندك كواليتي كبيره جدا، وان شاء الله ربنا يكرمك الفتره الجايه، ولو ما لقيتش حظك هناك يعني مش نفسك مرتاح كثير، يعني ممكن تروح اي فريق ثاني تلعب يعني فاهم وتكسر الدنيا. دي نصيحتك لي. ممكن عادي، عشان لعيب مثله صراحه يعني جه فتره كسر الدنيا. يعني ممكن هو مرات يقبل تقعد دكه تتنسي فاهم، ممكن تروح تجدد في مكان تاني مفهوم فاهم، حتى تروح الزمالك عادي.
يعني تعمل لما جيت في الزمالك وخلاص. ينفع صاحب القضية يروح في الزمالك؟ لا صعب صعب صعب، زي ما صعب فرجاني يروح الأهلي مش كده؟ اي اي بتصور انه في اللعيبة المصرية صعب انه انا اشوف تونسي واستصعبت الموضوع. مفهوم. في بالك هو مصري وماخد بطولات وكده صعب يعني. والله أعلم. بس ماني توفيق في أهلي ولا في أي فريق تاني راح له يعني، بس لعيب كبير ومحترم. مفهوم. الصورة التالية فوزي البنزرتي الكابتن، هذا يقولوا في تونس البوس يعني. المعلم. مدرب كبير ومخضرم، عنده بطولات كثيره، وكل مره الفريق في تونس اي فريق يكون في مشكله ولا في يتعدى فتره صعبه بيكون هو الحل، وعنده شيء يعني كانه عنده عصا سحريه. بيجي الفريق تكون تعبان اموره صح في فتره صغيره يخليهم ليه؟ نفسيا بيعرف يتعامل ولا ايه؟ ممكن نفسيا ويعرف يعني اللعيبه كلها، حتى هو رغم عصبي كل شيء لكن اللعيبه تحبه كثير. وحقاني فاهم؟ يعني فاهم يعني ما عادت تتعلم، انا منه تعلمت يعني، انا ولا اي لاعب اي حد لو حتى كبير في السن يعلمه حاجات كثير ويخليه يتطور من نفسه. مفهوم. يعني فاهم؟ الصوره التاليه علي معلول. علي معلول اكيد لاعب كبير، قدم يعني لما راح الاهلي عمل نقله كبيره لي هو، وحتى انه استفدنا منه في المنتخب. لاعب يعني عنده كاريزما ومحترم وبيأدي في الملعب، وان شاء الله اتمنى له التوفيق يا علولو. التوفيق علولو حبيبي. الصوره التاليه الكابتن عصام عبد المنعم، هذا اللي قال رحلوه قال له ربنا يهديك. ربي يهديك. ربي يهديك. هو بعدها خرج وقال قال هو عادي. بالغ في اي اكيد اكيد بس عادي، يمكن وقتها ما صح عادي، بس ما عنديش ولا مشكله معه بالعكس. الصوره التاليه والاخيره الكابتن نبيل معلول. كابتن نبيل معلول كابتن كبير، عنده بطولات كثيره، عنده كاريزما. يعني افضل فتره كانت معايا معاه في المنتخب التونسي من 2017 18، عدينا فتره ممتازه وكنا لو كان معانا موجود يمكن في كاس افريقيا كنا ممكن، لو لعبنا فتره ذيك لكاس افريقيا كنا ممكن نوصل للبعيد. يعني مدرب كبير وعنده تاريخ ومحترم جدا محترم جدا وان شاء الله نتمنى له التوفيق. المره هذه ما كانتش الامور يعني مشيتش كما هو حابب مع الترجي، ان شاء الله نشوف، اكيد راح يروح في اي فريق واي مكان يحبه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. مين معلقك المفضل؟ والله تسمعه؟ والله في كثير معلق يعني، في روف خليف، في عصام الحضري. عصام الحضري حبيبي، عصام الحضري قدم له تحيه. قدم له تحيه، اسمه جه هو الاسطوره الكبيره. عصام شوالي، فارس عوض. وعندنا حتى هنا في اسمه بتاع المصري في بين سبورت، قناه بين سبورت المصري، علي محمد علي. علي محمد علي تمام. كمان بيعجبني. ولما قال فرجاني عمل وجع في راسي. ايوه. وفي واحد ثاني كمان. مين؟ مدحت شلبي. مدحت شلبي. اوبا. قلد لنا مدحت شلبي. يلا ما اعرفش بس اوبا بص ازاي عملها. اسطوره في التعليق. قدم له تحيه. اسطوره حتى في الجول بتاعي يا لعب الاهلي عمل صح طبعا. بص الشناوي بص عليها عسل عسل. قدم له تحيه. يا نهار ابيض. في بلال علام كان برضو الجول بتاعك الحلو ده. اي والله في كتير، في كتير صراحه معلقين ان شاء الله صراحه مصري ولا بره. الصوره الاخيره الاستاذ مرتضى منصور. البرنس هذا الكينج. حبيبي هذا مرتضى منصور المستشار. صراحه بيحب نادي كتير ومحترم جدا، وانا من الناس اللي بحبه كتير، وعارف انه همه كله انه يشوف الزمالك بطولات والزمالك فوق، وانه يعني ناس كتير يعني بتيجي عليه ومشاكل كتير، لكن في الاخر انا عارف نيته انه هو عايز الزمالك يكون واقف، وكم مره يعني هو يكون موجود الزمالك شوف البطولات اللي بتاخدها معاه. بديله بوسه على الجبين وبقول له بحبك يا ريس، عشان بقول له يا ريس. وان شاء الله بتمنى لك التوفيق وان شاء الله اشوفك بخير. ان شاء الله وانت كمان بخير وربنا يديم المحبه. انتر ولا سيتي هياخد دوري الابطال؟
انا بعتقد السيتي، بحب السيتي ياخذها عشان صراحه جوارديولا يستاهل انه ياخذه، والفرقه بتاعه يستاهل انه ياخذ، وخاصه عندنا لاعب عربي رياض، اتمنى له محرز رياض، ربنا يكتبها له باذن الله. فاصل اخير، وبعد الفاصل معانا 5 دقائق في اللعبه الاخيره. أوكي. علشان طولنا عليك قوي، بس مستمتعين، بس مستمتع معاكم صراحه. بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في برنامجكم الماتش، الفقره الاخيره من حوارنا مع الكابتن فرجاني ساسي. اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من الماتش مع الكابتن فرجاني ساسي، نجم الكره التونسيه، نجم نادي الزمالك السابق، ونجم الدحيل القطري الحالي. اهلا بك كابتن فرجاني. الفقره اللي جايه دي فقره اسئله عنك، شوف انت فاكرها ولا نسيها، فاكر الاجابات ولا نسيها. معاك 10 ثواني للاجابه عن كل سؤال، لكن قبل ما نطرح فقره الوقت الاضافي، في ناس كتيره بتقول لك بتسالنا، يعني نسالك عن محمد عبد الشافي ظهير ايسر الزمالك ومصر. شيفو ده من اكثر اللاعبين المحترمين اللي لعبت معاهم في حياتي، يعني ما شفتش لاعب زيه هو في الاحترام وفي الانضباط وفي ما تسمعش صوته. بيجي التمرين يتمرن ويروح، انسان محترم، محترم جدا، وانسان بروفيشنال جدا. وسمعت انه هو راح اخر موسم هذا راح يعتزل. وانا اصلا اول ما رجع هو ما كنتش عارف انه هو كان رقم 13. عرفت بعد كم اسبوع كده. رحت له قلت له كابتن ما كنتش عارف انه هو رقمك ده. هو رجع وانت موجود. وانا موجود. قلت له خلاص هديك الرقم وانا اخذ رقم ثاني. قال لي لا 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 لا. قلت له والله بتكلم بجد يعني. قال لي لا لا مستحيل. قال لي والله لا. يعني ممكن واحد ثاني يقول لك اوكي يعني، فاهم؟ صح. انا مثلا اشوف اوباما لما كل ما يرجع شيكابالا يعني رجع له رقم 10. بس شيفو قالك لا. قال لي لا لا كمل. بعدين رجع له رقمه، خلاص عشان رجع له رقمه. اهو يا جماعه طلع في مبرر، الراجل مشي عشان يدي الرقم لعبد الشافي يعني. يلا بينا فقره الوقت الاضافي. تعرضت للطرد في لقاء الزمالك والمقاولون العرب موسم 19 20. مين الحكم اللي طردك؟ مش فاكر اسمه، بس عارفه الابيضاني اللي وصل لا سامحني والله انسى. لا صح، كابتن محمود البنا. كارت ثاني هو. ايوه الكابتن محمود البنا الحكم الدولي الكبير، حكم كبير وما شاء الله عليه. اول واحد ياخذ كارت احمر وانا مبسوط لانه عارفه بجد؟ والله. اكتر حكم بتحبه؟ عارفه يعني احمر اصفر، عارفه ان هو ما بيظلمش حد. صح. المباراه انتهت بفوز الزمالك 2-1 وانت سجلت الهدف الاول في المباراه. فزت مع الزمالك ببطولة السوبر ضد فريقك السابق الترجي بنتيجة 3-1، من سجل الأهداف؟ أوباما الأول. أيوه. أشرف بن شرقي حتى لو، والثالث أشرف بن شرقي لعبة الأسيستنت. كده يوسف أوباما وأشرف بن شرقي هدفين. مين لاعب الزمالك اللي احتسبت ضده ضربة جزاء في هذا اللقاء أمام الترجي؟ لمسة يد. لاعب في الزمالك بسبب يده اتحسبت ضربة جزاء للترجي. لا يا مدافع ما فهمش السؤال. الونش، ما تفتكرش الحاجات الوحشه. انا مفتكر السيده ده. ضد في السوبر. في البيت اتكلم على اخر مباراه بينهم في المباراة. لا 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 الونش فاكر. الونش بروح للونش اقول له لمستها ولا يعمل لي لمستها بس. يعني رحت اللي اسمه ابو جبل كان موجود تقريبا. ولا جنش. ابو جبل ولا جنش؟ اعتقد ابو جبل. ابو جبل له. قلت له جهز نفسك بلانتي يعني. فالونش حسيته من وشه اصفر غلى يعني لمسته. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يشفيه ان شاء الله، ونتمنى له يرجع بسرعه ان شاء الله يا رب. مين ضيع للزمالك ضربه جزاء قدام المصري في استاد الاسكندريه؟ الماتش اللي كان فيه ضربتين جزاء العواد صدهم لو تفتكر. هاي ضربتين. مين بقى ضيع للزمالك؟ زيزو. مش زيزو؟ لا. الغلطه الاولى ولا ايه؟ استنى يا رب يا رب. اشرف. اشرف بن شرقي. وبعد زيزو جاب الجول بلانتي. 3-2 كسبته ساعتها انتوا. اخيرا سجلت هدفا رائعا للزمالك امام الرجاء، تحدثنا عنه منذ قليل، من صنع هذا الهدف؟ اشرف بن شرقي. وتحدثنا عن بدون ما تحط لي تن تن. الحارس كان ابو جبل في مباراه السوبر بالمناسبه، تاكدنا من المعلومه. والفقره الاخيره، انت جاوبت ما شاء الله كل الاسئله صح باستثناء اشرف بن شرقي. نعم ام لا؟ لا ومانع اللاعب في الاهلي قالها. لا لا مع احترامي جدا ليها. العوده للترجي امر وارد في المستقبل. اي وارد. كل حاجه وارد. هدفي في الشناوي هو الافضل في مسيرتي في الزمالك. لا مش الافضل. مش الافضل، لان الافضل هو ممكن
ممكن بيراميدز، ممكن بيراميدز، حتى اخر مره جبت جول في السد حلو بعيده، بس بيراميدز يعني افضل اختار بيراميدز. الزمالك فشل في تعويض طارق حامد، نعم ام لا؟ انا لاعب كوره، مش ما ينفعش نتكلم في امور. انت حاسس ان انت اي اجابه هتزعل طرف؟ اه ايوه، ما نحبش نزعل حد يعني، اللي موجودين يعني فيهم. بس انا بسالك على متابع زملكاوي بيتفرج على الماتشات، مش عشان مش على زميل طارق، ولا باعتبارك نجم زمالك سابق، انت واحد شاهد وتابع. في تعويض طارق حامد يعني يعني كل حد عنده الكواليتي بتاعه، ما نقدرش نقول لك نعم ام لا، لكن الفتره هي الزمالك هذه يعني مش يعني ما فيش توفيق، فممكن في لعيبه موجودين حاليا دونجا ولا اللعيبه الثانيه لعيبه كويسه، بس ممكن الفتره الجايه راح تكون افضل وتدي افضل وتنسيهم في طارق في الجيني في اللعيبه كل. مفهوم. اخيرا وجه رسالتك لجمهور الزمالك قبل الختام، وللجمهور التونسي ايضا قبل الختام. اول شيء الجمهور التونسي نعتذر منه لو شاف تقصير مني في الفتره الاخيره، اكيد انتقادكم على راسي ونقدر هذا كله، وان شاء الله فرجاني يحب المنتخب ويحب يقدم الاضافه للمنتخب، وان شاء الله الفتره الجايه نحاول نفرح المنتخب التونسي ببطوله. وبالنسبه لجماهير الزمالك عارفين اني بحبهم برشا، ومستحيل انسى كل لحظه عشتها في الزمالك، في لحظات الفوز او الخساره، الدعم بتاعهم، فرحهم، الدموع متاع الناس متاع الفرح ولا حتى متاع الخسارة، يعني في أشياء كثيرة، وهما سبب من أسباب نجاحي والمكان اللي موجود فيه أنا الحين هما الزمالك. و يعني من يعني شوف نقعد نعبر الصبح ما يوفيش الكلام على جمهور الزمالك صراحة. يعني وقف معايا في إصابتي في الفترة اللي يكون فيها أن مستواي نازل، شجعوني مع تونس كل حاجة عملوا يعني يعني قد ما نقدم للزمالك وشوية، وإن شاء الله نوعدهم إنه يجيهم ونرجع للزمالك البيتي، وإن شاء الله نفرحهم ونحاول نرجع أي شوية من الفضل اللي قدموه له. فرجاني ساسي، نجم الكرة التونسية، نجم نادي الزمالك السابق ونجم الدحيل، إحنا استمتعنا جدا بالحوار معك، ونتمنى ما نكونش تقلنا عليك لأن الوقت فعلا أطول من المتفق عليه، لكن شكرا على وجودك، نورت مصر ونراك دائما بخير. شكرا لك، وانا كمان استمتعت، وان شاء الله اكون ضيف خفيف ظل على المشاهدين. اهلا وسهلا بيك، نورتنا وشرفتنا كابتن فرجاني ساسي. نورنا فرجاني ساسي، وانتم كمان كالعاده نورتوا برنامجكم الماتش. باذن الله غدا لقاء جديد في الماتش، فحتى نلتقي تحيات كل فريق العمل، وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.